السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بإذن الله سوف نحل تدريبات الدرس الثالث، إدخال التحسينات على الصورة، لنطبق معا. تدريب واحد: ابحث عن صورة فيها مشكلة العين الحمراء وقم بإصلاحها. احتفظ فقط بالشخص الموضح من خلال قص باقي الصورة. كيف نبحث؟ راح أبحث معاكم خطوة بخطوة، وراح أراويكم كل الأشياء اللي أنا سويتها. أوكي، يلا نطبق عملي. أول حاجة دخلت على جوجل، ثانيا أبحث، أكتب إصلاح العيون الحمراء، بعدها راح أضغط على صور. عندي هنا أضغط عليها، بختار هذه الصورة. وش أسوي؟ سكرين شوت لقطة الشاشة، بعدها راح أقص الصورة. راح أضغط على كلمة سيف، حفظ. بعد ذلك قمت بتحميل تطبيق اسمه بيكسل. راح أفتحه معاكم، انتو حملوه. راح أحطه إليكم في صندوق الوصف. أول حاجة نروح إلى فوتو ذات تسمين صور، بعدها اللي اخترناها هذه راح نضغط عليها. هنا راح نصلح العيون الحمراء، راح نضغط على رسمة الشنطة، وعندنا هنا اسمها Red eye that mean العيون الحمراء. راح أضغط عليها، بعد ذلك راح أحدد العيون. لاحظوا، بس أضغط عليها ذلك تصلح إلينا العيون الحمراء. نضغط على صح. بإمكانكم إن أنتونا بعد تقصوا. نضغط على هذه، نسوي عملية القص. نضغط على صح، بعدها نضغط دان هذه. بعد ما خلصنا من الصورة وأصلحنا العين الحمراء وقصينا الصورة، نضغط على دان. بعد ما نضغط على دان، طبعا هو في دعاية ما عليه، نكتب على save image. تقدر تضغط على save image أو إن أنتم تشاركوا فيها في الفيسبوك أو في الإنستغرام أو تويتر، أو عندكم هنا more، يعني أكثر من تطبيق تقدروا تشاركوا فيها الصورة. شوفوا عندنا هنا واتساب، تويتر، تيك توك، تقدروا تشاركوا فيها، حتى تقدروا تشاركوا فيها المعلمة. إذا المعلمة دقيقة راح أشرح لكم، إذا المعلمة زين طلبت إليكم أو رسلت إليكم صورة وتنباكم من تونة تعدلوا فيها وترسلوا لها، تقدروا. التطبيق هذا مرة مرة حلو وبيساعدكم واجد. تدريب 2: إنشاء صورتك الخاصة. ربما تحتفظ بالكثير من الصور على حاسبك الشخصي أو على جوالك. يمكنك التقاط صور مختلفة باستخدام الكاميرا
الرقمية أو الهاتف الذكي أو الآيباد أو الحاسب اللوحي، ثم نقلها إلى جهازك عن طريق USB، صح؟ لن تكون جميع هذه الصور مثالية، ربما تكون صورتك مثلا التقطها وانت مغمض، أو ربما تكون ساهي في مكان ثاني مو في الصورة أو مو في الكاميرا. فقد تحتوي بعضها على بعض العيوب، مثلا وجود نقاط صغيرة نفس الكاميرا، يعني ما هي نظيفة، أو ظاهرة العيون حمراء، ولربما قد ترغب بحذف بعض هذه الصور، وبالتأكيد إنك راح تحذف هذه الصور لأن ما هي عدلة أصلا. صل كل أمر بالزر الصحيح. التحسين تحت هذه رسمة اليد، التحسين، القص بلا شك، هذه العين الحمراء، هذه رسمة العين.